عوضها يا خلف. طيب ما قصر الجمهور اللي فاز معنا اليوم. كم الفرق اليوم؟ الفرق 5 نقاط بس بين الفريقين لأول مرة يا جماعة الخير تحصل في فقرة طبختين. نقول ألف مبروك للي فاز معنا اليوم. خالد كل واحد امسك يديك، امسك يدي بعض. طبعا إذا فاز فريق محمد ونايف وخالد، محمد بن سراج للأسف ما له شيء. جميل، بتوزع الألف ومئتين نقطة بينهم. وإذا فازوا فريق عبد الله البقمي وفلاح بن فراج وخلف القحطاني وموسى الفيفي، لكل واحد 300 نقطة. ألف مبروك للي حصل معنا اليوم. سعد ولدي عاين، لا تحطك مخرج على سعد متحمس. ألف مبروك للي فاز معنا اليوم بتقييم الشيف أبو علي. والله العظيم عجان. عبد الله ولا خالد؟ عبد الله ولا خالد؟ طيب عبد الله القمي فريقه. ألف مبروك، يستاهلون. هذه درجات شباب. اسمو شريط النجاح وشدوا الهمة، الروح والعزم نبدا والله الباني. ميعادنا القمة ومنزلنا القمة، يشهد لنا وقتنا يجري وميلاد. يا الله يجري وميلاد، يا الله غبنا وجينا نعيد المجد والتمة. ودي على قمة التجديد والنادي، يهمنا اللي نجاح الواقع يهمة، ما همنا اللي تشده موجة الرادي. يا الله يبغى رجال تبخص اليمام، حنا على